الوقت الحلو الكل بيستناه، واليوم حنعمل وصفة حلو الكريم كراميل بالشعرية. الكريم كراميل بالشعرية: نص كوب زبدة، كيس شعرية باكستانية، 2 باكت كريم كراميل، 4 كوب حليب، 16 قطعة تقريبا من بسكويت ماري المستطيل. الطبقة العلوية: كوب كريمة، كوب جيمر، 4 مكعبات جبن كريمي لين، علبة كبيرة حليب محلى. الطبق اللي حنعمله اليوم طبق هيك غريب شوي، لأنه صاير خليط ما بين كريم كراميل وما بين الشعرية. احنا كلياتنا طبعا بنعرف الشعرية وبنحب ناكلها دايما كطبق حلو، فطبقنا اليوم هيك جاي خلطة ما بين الاثنين، ومغطى برضو بطبقة من الكريمة والجبن، فإن شاء الله يعجبكم. خلينا نشوف مع بعض هلأ طريقة التجهيز. أنا حعملها مقسمة على خطوات سهلة وواضحة عشان ما تتلخبطوا، هي حتبقى على 3 خطوات أو 3 مراحل. في الأول أنا عندي الجيمر وعندي الكريمة وعندي الحليب والجبن، هدول حخليهم هيك على جنب، حيبقوا هم الطبقة الأخيرة من الطبق. الطبقة الأولى هتبقى الشعرية، الشعرية المقصود فيها اللي هي الشعرية الباكستانية، صارت متوفرة في كل الأسواق تقريبا، بتبقى شعرية رفيعة وشبه محمصة. إذا مش موجودة عندك وحبيتي تستعملي هالطبق بشعرية عادية بمشي الحال، ما في مشكلة، بس تاخدي أو تختاري نوع رفيع جدا عشان لما تيجي تكليها تبقى شوي دايبة مع الكريم كراميل. وممكن إذا حبيتوا بنفس هالوصفة هاي تعملوها على أطباق صغيرة أو أطباق كبيرة. إحنا اليوم حنعملها طبق كبير بكفي ما شاء الله لعدد كبير من أفراد الأسرة أو ضيوفك. نشوف خطوتنا الأولى. هأحتاج أول إشي أجهز الطبق، لأنه مجرد ما الشعرية تتحمص عندي لابد يكون عندي الطبق جاهز. خليني أزيح هذه الشعرية هيك شوي وأختار طبق. هأحتاج طبق كبير لأنه المقدار بيبقى عندي زي ما قلنا كمية كبيرة، فهذا الطبق عندي حجمه معقول إذا حبيت أشتغل في طبق مسطح شوي. هالوصفة بتحتاج طبق يمكن فلات أو مسطح عشان تقدري تعمليها طبقات، ولما يجي الشخص يأكل ما تبقى كتير سميكة، فهي اقتراحي أنا تستعملوا هالمقاس وهالنوع من الأطباق. خطوتنا إيش رأيكم أخليه على جنب هيك شوي ونشوف خطوتنا التالية. الشعرية والزبدة، هحتاج نصف كوب من الزبدة، ممكن إذا حبيت زبدة وممكن إذا حبيت سمنة، كل الاحتمالات يعني اللي موجودة عندك بتقدري تستعمليه. الزبدة بتعطيني طعم لذيذ، وبرضو السمنة اللي موجود ما في مشكلة. هحط الزبدة في جدر أو حلة أو طنجرة أو كاسرولة، في كل اللغات ممكن ست البيت تبقى من أي بلد تبقى هالوصفات وطريقة واضحة عندك، ما تحتاري في أي لهجة أو أي كلمة أو مسميات تبقى غريبة عليك. هحتاج هلأ بالنسبة للشعرية مجرد أني أقطعها إلى هيك قطع بسيطة، يعني ما بتاخد منك مجهود، مجرد تضغطي عليها بتتكسر، بس تكسير خفيف بهالطريقة. هي طبعا حتتفتت لما أنا هقلبها مع الزبدة، بس عشان ما تبقاش كتير كبيرة وتتغلبي في تحريكها. يبقى بس تسيح عندي الزبدة شوي. ابتدي اضيف الشعرية. هضيف كل المقدار، هذا حوالي 200 جرام بيبقى الكيس او العبوة. خلينا نضغط عليهم شوي لا يتفتتوا اكتر.
نبقى بس تتحمس عنا الشعرية بنلاحظ لونها ما بتغير كتير. أنا ما بدي إياها تسود ولكن في نفس الوقت بدي إياها تأخذ طعم لذيذ. هنخلي الشعرية على جنب ونبتدي نسخن النار عشان نكمل خطوتنا التانية. أنا هحتاج كريم كراميل. الكريم كراميل طبعا اللي هو الجاهز. كريم كراميل موجود في كل الأسواق وكليتنا متعودين على استعماله. هحتاج 2 باكت من الكريم كراميل. خلينا ناخذ معلقة صغيرة هيك. أي نوع أي ماركة بتستعمليها اللي بتحبي تستعمليه. هاخد 2 باكت. وأحط عليهم 4 كوب من الحليب. ممكن استعمل حليب قليل الدسم اذا حبينا نخفف شوية دهون، على اساس احنا عندنا كريمة فقدر الامكان نعمل هيك توازن ما بين الاصناف اللي انا بستعملها بالنسبة لهالوصفة. هحرك الكريم كراميل لغاية ما يدوب عندي، وبسرعة بدوب ما بياخد وقت، وخليه على النار لغاية ما يغلي، وفي اثناء ذلك اوزع الشعرية على الطبق. خلينا نتخلص من هاللي مش محتاجينه ونجهز طبقنا تاني. لاحظ الشعرية كيف اخذت لون ذهبي حلو. انا ما بدي اياها تغمق يا جماعة، ما تخلوها تغمق معاكم عشان ما يصير طعمها محروق، لانه هي بتبقى اصلا فيها زي نوع من التحميص او طعم التحميص، فاحنا مجرد تحميص خفيف عندي كفاية. حتى كتير حلوة. نشوف الكريم كراميل مجرد ما يبتدي يسخن عندي هنخليه هلأ على جنب. نبتدي نجهز زي ما بنقول عشان ست البيت هيك تعمل توازن بحركتها، ما يصير عليك شغل وقف كتير في المطبخ. انا هبتدي اجهز للطبقة العلوية، بس مش هضيفها هلأ عشان انا ما بحب اخذ خطوة قبل خطوة عشان ما تتلخبطوا، بس عشان نلحق نعملها لبين ما يغلي الكريم كراميل. كتير بسيطة المقادير وسهلة عندي. هحط 4 مكعبات من جبن الكريمي، بس يفضل اني اكون مطلعهم من التلاجة قبل بوقت فبيكون الجبن لين. عندي 4 مكعبات. هحط 1 كوب من الجيمر اللي هو القشطة، في ناس يمكن ما يعرفوا كلمة جيمر اللي هو القشطة. 1 كوب من الكريمة و1 كوب من الحليب المحلى. الحليب المحلى اللي هو بيبقى علبة، هذه العلبة الكبيرة بتبقى 1 كوب. يبقى هالمقادير مع بعض. مجرد اني اشغل مضرب الشبك، ودائما بنقول مضرب الشبك بيعطيني هواء، فانا بحتاج مضرب الشبك هون، ودائما نكون منتبهين ايش الغرض من استعمال المضرب. هل هو مضرب تقليب، مضرب شبك، مضرب عجين، ايش انا بدي اعمل؟ اسال نفسي انا ايش بدي اعمل. مثلا هون انا بدي ادخل هواء، بدي خليط يبقى كريم، فبحتاج مضرب الشبك. هشغل الخلاط على سرعة متوسطة شوي لغاية ما يصير عندي كريمي هيك خفيف. الكريمة هلأ صارت جاهزة عندي. زي ما قلنا احنا بنرتب خطواتنا هيك مع بعض، ولكن انا هلأ مش هستعمل الكريمة، هنرجع لخطوتنا اللي كانت سابقة. الكريم كراميل صار عندي هلأ جاهز، وأبتدي أصبه على الشعرية. هو حار طبعا، ديروا بالكم عشان الشعرية بسرعة تمتصه وتدوب.
يبقى بهالطريقة بنصب الكريم كراميل وبنستنى لثواني بسيطة. بلاحظ انه على طول الشعرية امتصت الحليب والكريم كراميل هذا بسرعة وتشربته، ريحته كتير كتير لذيذة. هلأ خطوتنا الثانية هنحتاج بسكوت. بستنى لثواني بسيطة للشعرية تمتص معظم الكريم كراميل، وبيبقى عندي زي هيك بتلاحظوا صار هيك القوام شوي متماسك، وأبتدي أوزع البسكوت. ممكن أستعمل أي نوع بسكوت، حبيت بسكوت ميري، بسكوت دايجستيف، أي نوع، مدور، مستطيل، يعني هذه كلها أمور على حسب اللي موجود عندك، وحسب كمان الطبق اللي عم نستعمله. إذا في تستعمل طبق مربع ممكن يبقى يفيدك استعمال البسكوت المستطيل هذا. يبقى وزعنا هيك كل قطع البسكوت. هلأ البسكوت بتلاحظوا لما بضغط أنا شوي، لاحظوا بيكون عندي برضو كمية بسيطة من الكريم كراميل اللي هو الحليب، لاحظوا هذا كله حيتشربوا البسكوت. الشعرية أخذت كمية وبعد هيك البسكوت حيتشرب بقية الكمية بهالطريقة. يبقى هلأ الطبق المرحلة هذه خلصناها، بيضل عنا مرحلة الكريمة. تتذكروا إحنا خفقنا الكريمة مع الجيمر والجبن والحليب، وهلأ بوزعهم على البسكوت. بحاول تبقى حركتي بهدوء شوي عشان أقدر أوزع طبقة بحيث يتغطى البسكوت تماما، أنا ما بدي البسكوت يبين عندي أبدا. بحاول حركتي تبقى شوي شوي. هلا بالسباتولا او معلقة او سكين مفرودة ببتدي بهدوء اغطي كل البسكوت بهالطريقة. لاحظوا كيف بغطي كل طبقة البسكوت بهالطريقة. وهلا بنقول شغلنا قرب يخلص، ولكن الطبق مش حنقدر نستمتع فيه ولا ناكله هلا لانه حيحتاج ينحط بالثلاجة. حخلي بالثلاجة لمدة ساعتين او ثلاثة، او اذا حبيتي قبل بليلة ما في مشكلة، برضو قد ما فينا عشان يستمتع بطعمه، يبقى هو يعتبر طبق بارد. ونشوفكم بعد هيك بطريقة تقديم الطبق. حمرنا الشعرية بالزبدة، جهزنا الكريم كراميل بغليه مع الحليب، وبعد هيك صبينا الكريم كراميل فوق الشعرية وطبقات من البسكوت، وبعد هيك الكريمة مع الجبن والجيمر على وش البسكوت. خطوتنا التالية بعد ما برد الكريم كراميل انزينه بنفس الصوص اللي بيبقى مع علبة الباكت كراميل، فأنا حقص هيك قطعة صغيرة عشان ما بدي الفتحة تكون كتير كبيرة، وأبتدي أضغط على الكراميل بشكل هيك على حسب ذوقك زي ما بتحبي، بس يتوزع بطريقة هيك جذابة على سطح الطبق. وبنقول دائما هذه الامور بست البيت بتتفنن فيها على حسب زي ما بنقول ذوقها والمتاح عندها من افكار. هلا بس لما نيجي نقدم هالطبق بنلاقي الكريم كراميل او الكراميل اللي على الوش ساح وعطاني طعم كتير كتير مميز مع طعم الكراميل اللي في الداخل و مع طعم الشعرية المحمصة زي ما شفتوا بالزبدة والبسكوت. المهم انه هالطبق ياخد وقت كفاية بالتلاجة عشان اقدر استمتع فيه، ونشوف بعد هيك نحطه على السفرة مع مجموعة الاطباق اللي جهزناها. انا طبعا هذا بتحسوا انه طبق كبير، انا ما بقول لا لانه احنا سفرتنا اليوم معمولة لعدة اشخاص، وست البيت ممكن تعمل هالطبق بدل طبق كبير نعمله على أطباق صغيرة فردية، كل شخص بياخد طبقه وبيستمتع فيه براحته، وهذا طبعا يتوقف على الوقت اللي عندك والمجهود اللي ممكن تحطيه في تجهيز أطباق صغيرة
وكمان على أسلوب السفرة اللي عم بتستعمليه في بيتك أو المناسبة اللي أنت عم بتجهزي لها. نستعرض مع بعض الأطباق اللي عملناها اليوم. تتذكروا عملنا أصابع البطاطس المشوية، وكان عنا السمك المشوي مع تتبيلة بهارات مميزة وماخذ النكهة والطعم الطيب من قشر الليمون، وقدمناه مع الرز، وزي ما شفتوا كان طبق الحلو الكريم كراميل بالشعرية. تشكيلة حلوة، جربوها واستمتعوا فيها، وبإذن الله ألقاكم في حلقة قادمة.